زي ما شفنا معانا ومنورانا الكابتن علياء هاني لاعبه الفريق الاول لكره الطايره بالنادي الاهلي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. احنا مش جايبينك نحسدك على فكره خالص خالص، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عايزه ابتدي معاكي كده تتكلميني عن بداياتك لغايه لما وصلتي للنادي الاهلي. انا بدات فولي وانا عندي 10 سنين في نادي الشمس، قعدت كذا سنه بعد ابتديت اروح المنتخب، وكنت بتصعد بقى يعني وانا في ال 14 كنت بلعب مع ال 16، بعد كده وانا في ال 16 بقى كنت بلعب مع ال 18 فيرست تيم بس، وفضلت في الشمس يعني لحد ما سنتين الرعايه بتوعي خلصوا، وبعدها على طول جيت الاهلي. يعني